اهلا بك يا اصحابي. دلوقتي البالون هيقودنا ويطير في مغامره جديده مع يحيى وكنوز بسينو عن القضاء في مصر القديمه. يلا بينا نستكشف. الحقني يا سينو، يحيى بوظ لي التليفون بتاعي. ليه يا يحيى عملت كده؟ يا كنوز قلت لك ما كانش قصدي، وهحوش واصلحه لك من مصروفي. يحيى ولد طيب ومش قاصد يزعلك ولا يبوظ لك حاجتك. قاصد ولا مش قاصد، النتيجه واحده. انا عايزه تليفوني يتصلح، هتصور وشيك مع اصحابي وافتح الاكونت بتاعي ازاي دلوقتي. انا مستعد احكم ما بينكم، بس تفهموني الاول يعني ايه اصور وشيد، وايه الاكونت ده كمان؟ الحاجات دي ما كانتش موجوده في مصر القديمه. دي يا سينو حاجات ظهرت مع تطور العصور وبقت مهمه في زماننا. التصوير اختراع موجود من القرن اللي فات، وبيتم عن طريق جهاز بياخد انعكاس اي منظر قدامه والاحتفاظ بيه. يمكن زمان كان اصعب ومكلف اكتر من دلوقتي. دلوقتي اي شخص معاه تليفون يقدر يصور نفسه او منظر من المناظر الطبيعيه او اي حاجه هو عاوزها. وايه موضوع الاكونت ده كمان؟ الاكونت ده يا سينو هو صفحتك الشخصيه على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، واللي بتقدر بيه توصل لكل الناس. خلاص انا دلوقتي هعمل دور القاضي ودور المحكمه وهحكم بينكم. غريبه يا سينو، انت عرفت القضاء والمحكمه ازاي؟ هي كانت في عصركم؟ القضاء مش حاجه جديده بقالها قرن او اتنين يا يحيى، بالعكس القضاء وسيله من وسائل تحقيق العدل والحكم بالقانون بدءا من مصر القديمه. المصريين القدماء عرفوا العداله باسم ماعت، ودي معناها الحقيقه او النظام، وكان رمزها ريشه نعامه، لان ريش النعام هو اخف انواع الريش في الطيور، وكمان متساوي وما فيش فيه تمييز، وده اعتبره المصري القديم تعبير عن العدل والمساواه بين الناس. فكره تحقيق العدل عند المصري القديم كان ليها اهميه كبيره، أهمية دينية، وهي إن معتقداته بترفض الظلم والطمع والحقد وأي جريمة أخلاقية، وكمان عشان المجتمع يعيش في سلام وأمان كان لازم يتحقق العدل، والغلطان يتحاسب والمظلوم يرجع له حقه. أنا كنت فاكر إن الملك هو اللي بيقوم بالمهمة دي وخلاص، يعني هو اللي بيقدر يحل أي مشكلة بين المواطنين. الملك كان له دور كبير طبعاً، لكن مع زيادة المشاكل والشكاوي كان لازم يكون في ناس متخصصين في النظر في القضايا دي. كان بيتم اختيار رجال القضاء من الأشخاص المعروفين بسمعتهم الطيبة وليهم احترام كبير بين الشعب، وبعد ما يتعينوا يؤمر الملك بأنهم ياخدوا اللي يكفيهم عشان يتفرغوا للحكم بين الناس. بس أكيد يا سينو ما كانش وقتها لقب الشخص اللي بيحكم بين الناس هو القاضي. كان لقب القاضي في مصر القديمة هو ساب، وبيبقى معاه كاتب قضائي لقبه ساب سش، والموضوع موقفش عند كده وخلاص. النظام القضائي في مصر القديمة تطور وبقى فيه المحاكم الست العظيمة. المحاكم الست دي مجموعة من المحاكم، كل محكمة فيهم متخصصة في نوع من القضايا، زي قضايا الأرض الزراعية والميراث والسرقة والنصب وعدم تسديد الديون والخيانة وتهمة إهمال أي موظف في مهمات وظيفته. طب وتفتكر يا سينو بقى لو كنا في مصر القديمة ويحيى بوظ تليفوني وحبيت أرفع قضية عليه عشان يصلحه، القاضي هيحكم بإيه؟ أنا هنا قاضي كيمت وهحكم ما بينكم، وحكمي هو ان يحيى لازم يصلح لك تليفونك وعلى حسابه ومن مصروفه الشخصي عشان يتعود انه يشيل مسؤوليه افعاله. وانا موافق وهحوش مخصوص عشانك يا كنوز. موافقه يا كنوز؟ موافقه وامري لله. اعملي لي الكاكاو انت بقى. شفنا حكاية النهاردة، قولوا لي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ حلوة! لازم نكون فخورين بأجدادنا لأنهم أول ناس فكروا في تطبيق القانون، ونتعامل مع بعض بالحب والاحترام والعدل، وما نتريقش على غيرنا بسبب لونه أو شكله أو وزنه.
ودلوقتي خلصت فقرتنا، استنونا فقرة جديدة ورحلة سعيدة. باي.